السيدات والسادة، في كل عام وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين، تسلط منظمة الصحة العالمية الأضواء على جانب من الجوانب المختلفة لوباء التبغ. وفي هذا العام سنمعن النظر في السبب الأساسي لهذا الوباء، وأعني بها شركات صناعة التبغ، وهي الشركات التي تصنع المنتج الوحيد في العالم الذي يقتل نصف من يستخدمه بانتظام. إن شركات صناعة التبغ تمعن في محاولاتها لإيقاع زبائن جدد في حبائلها وزيادة أرباحها وتقويض الجهود التي تبذل من أجل مكافحة التبغ، فهي ترصد الأنشطة وتراقب الجهود التي تبذل في هذا المجال وتتربص للتدخل عندما يتاح لها ذلك. فعندما نلح على زيادة الضرائب تلوح شركات صناعة التبغ بازدياد التهريب، وعندما ندعو لاتباع سياسات التحرر من التدخين تقترح تصميم باحات وأماكن للتدخين، وعندما نصدر التحذيرات الصحية تمارس شركات صناعة التبغ الضغوط على أصحاب القرارات، وعندما ندعو إلى فرض حظر شامل على الإعلان عن منتجات التبغ فإنها تتحايل على وسائل الإعلام، وعندما نلح على حظر زراعة التبغ فإنها تحذر من البطالة، وعندما نقتبس من وثائقها الداخلية بعض العبارات فإنها تدعي بأنها رضخت لمطالبنا. والحقيقة أن رضوخ شركات صناعة التبغ يعني فقدانها لعملها، وهو عمل يقوم ببيع 6 تريليون سيجارة كل عام ويدر ربحا عليها وصل إلى 614 مليار دولار أمريكي في عام 2009. وبعبارة أخرى، ستواصل شركات صناعة التبغ توسيع نطاق أعمالها وتضخيم قاعدة زبائنها، وهي تعرف حق المعرفة أن عملها لن ينمو ولن يزدهر إلا عندما يعتاد صغار الشباب من الزبائن الجدد على تعاطي التبغ، فهؤلاء هم الذين سيحتلون مكان من يقلع عن التدخين أو من يموت بسببه. نحن نعرف اليوم وبدون أدنى شك أن تعاطي التبغ هو إدمان يفضي إلى المرض وإلى الموت، فكل عام يموت بسبب تعاطي التبغ والتعرض لدخانه 6 ملايين نسمة. والتدخين من عوامل الخطر المحورية في العبء الناجم عن الأمراض غير السارية، فالتدخين يسبب أمراض القلب والسرطانات والأمراض الرئوية المزمنة وغيرها من الأمراض غير السارية، والتي تعد اليوم من الأسباب الرئيسية للوفيات ولحالات العجز التي يمكن تجنبها. وللأسف الشديد فإن الأمراض غير السارية تسبب في الوقت الحالي 60% من مجمل الوفيات في العالم، ويحدث 80% منها في البلدان النامية. ومن هنا فإنه لابد من مكافحة تعاطي التبغ وتجنبه، والمنطلق الوحيد الذي نعتمد عليه هو اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ والدلائل الإرشادية الخاصة بها لتنفيذ المادة 5.3 حول حماية سياسات الصحة العمومية من مصالح شركات صناعة التبغ. فالقوانين والتدابير الصارمة التي هي الطريق الوحيد للتصدي لتدخلات شركات صناعة التبغ في سياسات الصحة العمومية لتلافي هذا الوباء الذي يسبب أعداداً من الوفيات أكثر مما تسببه أكثر الحروب تدميراً. فلنكافح التبغ كي نخفف من مخاطر العجز والأمراض المميتة، ولنرفع من جودة حياة الناس في شتى بقاع الأرض.